بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان وقت عسينا يا أهلذي أصحابتي يقويسكي وكجيري وذي وزير عباس سراجي وزير كي هولاه قودي بريانتا كومدا فدرال كصوماليا وعاوة كجيري وذي مقالة موديشو وهي هاد جيري آد ونحن حدين بدن وهو عاننا اللي نراح وها افتين وصائف بحي ومدى صوماليات لكن نصيب درع عاوة اي نرشيسي صور دماتي وحان الهي وقرجينا كو بريايا انو نحرستي جن الهي كو رابيو وحا كالون وبريا يا هلدي يا قويسكي يتدك صوم علي وضعنا وكتب إن الله يسامر في إيمان كسي وزير عباس الله أن حريسته وحوها هاي كنت إن آد واحترام بضن إن آد وشرف بضن إن آد ذلكي سأجاد والدنيا آد ودحمه ذي قولها وزير هذا أخلق تلوي كيسة هي ملديسة عن هل كان يوسو كوبي كريم وحو أحلها تاريخ أي كودة ينكران دالين يلد الصومالي ضدن وحو أحا من دالين رأح وقحوتي كسو أحا هريها قحوتي غردان هل كاسو حقصو بغطي كوان صدي إنو دالكي سدب وصو نغضو حلبان نغضي وزير نغضي سمايه قرشوين وقو ربي إنو حقو بدل دالكي سكارهان wasaaradii uu ka ahaa wasiirka shalay iyo maanta iyo waxaan lahayn shir maalin laba maalmood la ah oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada oo qayb ka ahaa Abbas talooyin aad u wanaagsan uu kusoo jeediyey mar labaad waxaan leeyahay ilaahow kuu naxariiso ilaahow jannada kaa waraabi ilaahow anagana samir naga sii waxaa kaloon sheegaya shacabka soomaaliyeed inaan ogeysiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo dalka ka maqan go-aansadayna inuu soo yareeyo safarkiisii soona baxsado brito si uu uga qayb galo aaska waxaa kaloon la xiriiray qaar ka mid ah eheladii Abbas oo naga tacsiiyey ilaahay idankiisa Abbas ma ilaabi doono oo maansantiyey